مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم في لقائنا الأسبوعي، وبداية نتقدم بأحر مشاعر التعزية والمواساة من حضرة صاحب الجلالة الملكي عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ومن كافة الأجهزة الأمنية وذوي الشهداء البواسل الذين قضوا نتيجة الأعمال الإرهابية التي استهدفت أمن وسلامة الوطن والمواطنين، ضارعين لله القدير أن يمن بالشفاء على الجرحى والمصابين، داعين لوطننا الأردن أن يبقى واحة للأمن والأمان والاستقرار. ونبدأ بأبرز العناوين. جلالة الملك: سنحاسب كل من سولت له نفسه المساسة بأمن الأردن وسلامة مواطنيه. جمعية الكاريتاس تختتم مشروع الاستعداد للاستجابة لحالات الطوارئ. الاحتفال بالمناولة الأولى لأبناء رعية الروم الكاثوليك في منطقة ماركا. أهلا بكم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن الأردن سيبقى عصيا منيعا على الإرهاب والإرهابيين، مؤكداً جلالته أن العمل الإرهابي الجبان الذي جرى خلال الأيام الماضية في الفحيص والسلط لن يزيد الأردنيين إلا وحدة وقوة. المزيد في التقرير التالي. ومحرصنا حزامنا ظهر يشد الراس جيد، عزوة واللي قصد فزعاتها خير قصد، يا حرس لحدود افتل قايشك خله حديدة. قال جلالة الملك عبد الله الثاني: إننا سنحاسب كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه. جاء ذلك خلال ترأس جلالته اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني لمتابعة حيثيات العمل الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في مدينة الفحيص، والمداهمة لموقع الخلية الإرهابية المتورطة في مدينة السلط، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية. يا عدو الذيب حيت، ضربتك ما رح تصيد، وانت صيد تصيد ذلك لا عماد ولا عمد. وجدد جلالته خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد التأكيد على أن جبهتنا الوطنية القوية ووعي شعبنا الذي يرفض هذا الفكر الظلامي الدخيل على ديننا سيظل مصدر اعتزاز وفخر للجميع. حماسنا إن ننظف بلدنا وإقليمنا وديننا من هذول الخوارج بتشجعنا أكثر. ومن جهتها استنكرت الفعاليات السياسية والشعبية والشبابية في كافة محافظات ومناطق المملكة تلك العملية الإرهابية الجبانة، مؤكدة تضامنها التام مع الأجهزة الأمنية والقيادة الهاشمية. وأوضحت الفعاليات في بياناتها الصادرة أن تلك الجريمة تبين حجم الإرهاب والتوحش الذي وصلت إليه الجماعات التكفيرية والتي لا يمكن لأي عاقل تبريرها، مشيرة إلى أن هؤلاء الخوارج قد تجاوزوا كل الحرمات والأعراف السماوية والمواثيق الدولية وليس لهم دين ولا ذمة. آمنين الحمد لله وبإذن ربي للأبد، من هواشم من عشاير من حكومة إيد بيد، في تكافل يفتل من ضلوعنا حبل مسد، من كسرنا ولن هزمنا ولن طويل المسكين. في موازاة ذلك استنكر رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن أعمال التطرف والإرهاب الخسيسة التي طالت أمن الأردن وشعبه، وأكد غبطته أن هذه الفئة الضالة التي تستهدف حياة الأبرياء لا تمت بصلة لأي دين ولن تؤثر
على تلاحم ووحدة أبناء الأسرة الأردنية الواحدة الملتفين بعزم وإيمان وشجاعة وإقدام حول قيادتهم الهاشمية. دام خالقنا وحامي أرضنا رب العبيد، ننتخي ونلقى طلبنا دوم، نبشر بالسعد عظم الله أجرك وياخذ بدين أهل الفقيد، جعل ربي يحسب استشهادهم شيء حصد، انت ردوا هذا رايد كل والله ما يفيد، مهما ردوا مهما راد الله يفعل ما أرد. تمنح الكنيسة الكاثوليكية المناولة الأولى لأبنائها بعد بلوغهم سن الثامنة، وقبلها يتحضر الأطفال لقبول القربان الأقدس من خلال دروس دينية. ففي رعية الملاك ميخائيل للروم الكاثوليك في منطقة ماركا في العاصمة عمان، تقدم 11 طفلاً للمناولة الأولى التي منحهم إياها سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن. إلى التفاصيل. احتفلت رعية الملاك ميخائيل للروم الملكين الكاثوليك في منطقة ماركا في العاصمة عمان بالزيارة الرعوية الأولى لسيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، والاحتفال بالقداس الإلهي بأول مناولة لأبناء الرعية، حيث ترأس سيادته خدمة الذبيحة الإلهية بمعاونة كاهن الرعية الأب عماد بواب، وبمعاونة عدد من الآباء الكهنة، وبمشاركة جوقة وكشافة الكنيسة، وحضور جمع من المؤمنين وذوي الأطفال المتناولين. يا رب ملجأ كنت لنا جيلا فجيلا، أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأني خطئت إلي، والخبز الذي سأعطيه أنا هو جسدي الذي سوف أعطيه. وبعد قراءة الإنجيل المقدس قدم سيادته العظة التي تحدث فيها عن سر المناولة المقدسة، داعياً الأهل أن يشجعوا أبناءهم دائماً إلى حضور القداديس الإلهية ويتناولوا الأفخارستية وأن يكونوا القدوة لهم. السبب الاحتفال اليوم بنسميه المناولة الاحتفالية مش المناولة الأولى، لأن الولد بيكون دجا تناول، يكون قبل السيد المسيح أولاً من خلال المعمودية، لبس السيد المسيح، أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم، المسيح قد لبستم، وأخذ الروح القدس من خلال سر الميرون، أصبح هذا المسيح المعمد هيكلاً للروح القدس بواسطة سر الميرون. ونشكر لك أيضاً هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماتون لديك الشيروبيم والسرافيم. وبعد رفع الذبيحة الإلهية والطلبات التي تلاها الأطفال عن نية الكنيسة ومؤمنيها وذويهم، تقدم الأطفال لنيل هذا السر العظيم وتناولوا الجسد والدم الثمين الذي من خلاله نلنا خلاصنا وغفران الخطايا. مبارك الآتي بسم الرب. بركة الرب ورحمته تحلان علينا بنعمته ومحبته. وبعد منح البركة الختامية للمؤمنين، قدم الأب عماد كلمة باسمه وباسم المجلس الرعوي وكافة فعاليات الكنيسة، رحب من خلالها بسيادة المطران وبجميع الحاضرين، داعيا له أن يمده الله بالمعونة والبركة في خدمته الميمونة، مقدما له مع الشبيبة هدية تذكارية كعربون شكر وامتنان.
أقامت لجنة الشبيبة الاجتماعية التابعة لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية بطولة دور السلة الأرثوذكسي الأول للشبيبات والمؤسسات الأرثوذكسية في صالة الأرينا الرياضية في منطقة الشميساني، والتي جاءت تحت رعاية النائب خالد رمضان بحضور عدد من أعضاء الجمعية وفرق كشفية وشبيبات. وقدم عريف الحفل غسان حبش كلمة ترحيبية بالفرق المشاركة، دعين الجميع للوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين قضوا نتيجة للإرهاب الغاشم. وألقى السيد إيميل الغوري مقرر اللجنة الاجتماعية كلمة رحب فيها بالمشاركين في البطولة الأولى من نوعها على مستوى الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن، مشيراً أن هدف هذه البطولة أن تجمع الشبيبات الأرثوذكسية معاً بأجواء الألفة والمحبة. وألقى النائب خالد رمضان كلمة عبر فيها عن شكره للجمعية على دعوتها له لرعاية هذه البطولة، مضيفاً أننا في الأردن بلد الإخاء والمحبة والعيش المشترك، تجمعنا راية المحبة والاعتزاز في ظل القيادة الهاشمية، مؤكداً على دور الرياضة في حياة الشباب. واختتم الاحتفال بتوزيع الدروع والميداليات على الفرق الفائزة في البطولة والتقاط الصور التذكارية. اليوم كان مناسبة للقاء بمحبة وبروح رياضية. في بداية اللقاء الحقيقة وقفنا دقيقة صمت على شهيد الواجب المرحوم قوقزة من القوى الأمنية، ووجود هاي البطولة والرياضة واستمرارنا فيها هي رسالة للإرهاب، إنه هذا الإرهاب لن ينتصر علينا ولن ينتصر على الأردن. إحنا كمان هاي البطولة والحماس اللي فيها قصدنا إن تكون برعاية النائب خالد رمضان، لأنه إحنا أبناء هذا الوطن، إحنا شبيبات أرثوذكسية وشبيبات مسيحية، ولكن إحنا وطن واحد وكلنا في هذا الوطن مع القيادة الهاشمية، يعني كلياتنا منتمين لهذا الوطن. وهذه مش نهاية، هاي بداية أنشطة كبيرة لجمعية الثقافة والتعليم، راح يلحقها بطولة لكرة القدم بالملعب الأخضر هلأ تحت الإنشاء، وبطولات أخرى. ونشكر نور سات لأنها بتغطي كل أنشطتنا، وإن شاء الله دائما معا لرفعة الأردن ورفعة شبابه وصباياه. لما نتحدث عن رياضة فإنها رسالة، كيف ترسل الكنيسة وأبنائها وجمعية الثقافة والشباب الأرثوذكسي أننا ناس نحب الحياة. اليوم القدس في قلب التحدي، اليوم القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية، ولذلك الشباب وهم يمارسون الرياضة هم يرسلون رسالة إلى العالم أن رسالتهم إنسانية ورسالتهم ثقافية، أننا شعب واحد في هذه المنطقة، ولا نقبل أن نعيش حياة كريمة هنا بعمان وأهلنا بالقدس أو بمعلولة بالشام أو ببغداد لا يعيشون حياة كريمة كما يعيش كل الناس. ولذلك باختصار رسالة الرياضة اليوم هي رسالة الشعوب أننا نستحق الحياة في هذه الحياة، ورسالة ضد الظلم وضد الظلام وضد الإرهابيين. أقامت جمعية الكاريتاس في الأردن حفلاً ختامياً لمشروع الاستعداد للاستجابة لحالات الطوارئ، والذي قام مركز المتطوعين بتطبيقه بالشراكة مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية على مدار 3 سنوات متتالية، بهدف رفع كفاءات وقدرات الفعاليات والمؤسسات العاملة والتطوعية المسيحية والإسلامية في الاستجابة لحالات الطوارئ. إلى المزيد. بهدف بناء قدرات المؤسسات والفعاليات الدينية في الأردن، جاء مشروع بيير الذي أقيم بالشراكة بين جمعية الكاريتاس وهيئة الإغاثة الكاثوليكية في لبنان، من أجل تأهيل فريق من الشباب الأردنيين ليكونوا قادرين على الاستجابة في كل وقت للحالات الطارئة في المملكة، حيث تم تقسيم المتطوعين لهذا المشروع إلى 11 مجموعة للأعمال المختلفة، تم تدريبهم على محاور مفيدة في الدورة. وابتدأ الحفل بقداس إلهي أقيم في كنيسة الراعي الصالح بمركز سيدة السلام،
ترأسه الأب شوقي بطريان وشارك به عدد من الكهنة، حيث قدم الأب بطريان العظة التي أشار فيها أن لكل شخص فينا طريقته في الوصول إلى الله، مشيراً أن الاختلاف في هذا المشروع يدل على النجاح والتميز. وكل الفعاليات الموجودة في الكنيسة، كشاف، شبيبة، عندنا الكاريتاس، ما بدي أنسى، بس كل الموجودين هون، من خلال كل فعالية نحن نصل إلى الله، أو أقلها يجب أن نفكر بهذه الطريقة، إنه هذه الفعالية أنا بختارها لكي أصل إلى الله تعالى، زي ما الكاهن يصل إلى الله من خلال الكهنوت، والراهب من خلال الرهبنة، الأزواج من خلال سر الزواج، وهلما جرى كل طريق نحن نعيش فيه وكل فعالية نعيش بها هي طريق إلى الله تعالى. وهذا كتير مهم، لأنه بخلينا نفكر بهذه الفعالية بطريقة أكثر جدية، مش بس اجتماع عادي، لا، هو تتميم لإرادة الله. وبعد ختام القداس التأم الجميع في قاعة المركز، حيث ألقى السيد عمر عبوي مدير البرامج في الجمعية كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً أهمية مثل هذه البرامج التي تساهم في إعداد الشباب وتأهيلهم للاستجابة لحالات الطوارئ وكيفية التعامل معها. مشروع الاستجابة لحالات الطوارئ، وهون إحنا المشروع ما إجا من فراغ، المشروع إجا إذا بتتذكروا بعد 2014، بعد أزمة النزوح أو أزمة اللجوء الجديدة اللي مع إخواننا العراقيين. كما قدم السيد رمز الحاج مدير البرامج في الهيئة الكاثوليكية للإغاثة بلبنان كلمة شكر فيها كاريتاس الأردن على حسن الاستقبال والإعداد الجيد للبرنامج، والذي أفرز جيلاً من الشباب المؤهل والقادر على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ ومواجهتها بحرفية عالية. نحن هلأ عم نختم المشروع بالأردن مع 11 فعالية محلية يلي ساعدناها يصير عندها مؤسسة داخلية ويصير عندها أنظمة وسياسات وإجراءات بتخليها تشتغل بحالة الطوارئ بشكل بروفيشنال وبشكل جدي وبشكل تساعد الدولة وتساعد المملكة على الاستجابة لحي الله أمر طارئ ممكن يحصل. الفعاليات كانوا ممتازين، قدروا تواصلوا مع بعض، استفادوا كتير، ونحن استفدنا من المعرفة اللي هني كانوا عم يشاركونا إياهون. بتصور صار لنا 11 فعالية بالأردن قادرين يستجيبوا لحالات طوارئ ويساعدوا البلد مثل ما لازم. I have the honor to welcome and thank you. وقدمت السيدة جوسلين تعريفاً بهيئة الإغاثة الكاثوليكية وأهدافها، مشيرة أن هذا المشروع سيتم تطبيقه في كل من الأردن ولبنان والهند وإندونيسيا. بالنتيجة اشتغلنا على يكون عندهم سياسات، دليل سياسات وإجراءات واضح حتى يستخدموا بفعاليتهم مع يعني بأي صعوبة بتواجههم أو أي شيء يعني بيعملوه أو بنظموه، حتى يكونوا متمكنين وقادرين بالحالات العادية وبحالات الطوارئ إنهم يكونوا متمكنين بإدارة المتطوعين وبالأمور المالية وبكمان أمور الحماية. فهي هي فكرة المشروع أو الحفل اللي احنا موجودين فيه اليوم، اللي هو اختتام لهالمشروع اللي كان مدته 3 سنوات. وعرض خلال الحفل فيلم قصير يحوي اللقاءات خلال فترة التدريب والتعريف بالمشروع وأبرز أهدافه وأهميته للمجتمع، واختتم الحفل بتوزيع الدروع التكريمية والشهادات التقديرية على المشاركين. أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة أن الدولة الأردنية تنتهج في عملها المتعلق بملف حقوق الإنسان التعاون مع الجميع ودون إقصاء لأي طرف، وأشار خلال رعايته لمؤتمر الحقوق الاقتصادية بين الواقع والقانون
إلى وجود تحديات تواجه حالة حقوق الإنسان على مستوى السياسات أو التشريعات، حيث توجد هناك بعض التوصيات التي لا نغفل عنها لتضمن احترام حقوق الإنسان الأردني ضمن الأطر الدستورية والمعايير الدولية. وبيّنت رئيسة الجمعية الأردنية لتحسين بيئة العمل لانا النمري أن الجمعية تسعى إلى تعزيز قيم الديمقراطية واحترام وتطبيق حقوق العمل من خلال نشر الوعي وبناء الكفاءات الوطنية. وتخلل أعمال المؤتمر تقديم أوراق عمل شارك بها مجموعة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك، سنحاسب كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه. جمعية الكاريتاس تختتم مشروع الاستعداد للاستجابة لحالات الطوارئ. الاحتفال بالمناولة الأولى لأبناء رعية الروم الكاثوليك في منطقة ماركا. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.